الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وكسب سنيا هاي فضل الحرم، حرمك فضل أولي هاي مقصود كحرمك لقلي هاي وحوية الحرم المكي بل لجيدا حرمك مكات إلهي أحرمي تحريمك حق الله كيم سبحانه وتعالى. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نأو على ميي على موين كيلاي وتصي وشاغي حرم كاسقع فضل أولية كفضل بدنيا هاي أرضها أنت ذاك عليه يا بلدان تي ودمها أنت ذاك عليه مقالوين كوردن حرم كايا كفضل بدن أرنت أسوك الله يا إيه وقوله تعالى إلهي قولك سؤيري إنما أمرت عاتل الله وحالي أمري أن أعبد إن أنا عابده رب هذه البلدة مقال هذا بلدة واسم من أسماء مكة بلدة يا مكة يا بكة أسماء إلى هذا هي بكميتة بلدة يا مقال هذا مكة ربك إلها يا حرم ربك إلها إن أنا عابده الذي ربك حرمها حرم كدقي مركا وحا لا عابده وا ما حي ورب هذه البلده رب هذا البيت وكلوي فليعبدوا رب هذا البيت مركا ورت كعبده لا ضوافايو او ددكو اي دول وريغايان او اي تابرايان او اي اسكو دجينايان ميله قار ان وقفكو شيطانك او شيكيو دغخ ايو أحجار يدربي بالقوة رجع يا يا شيطان كمرك قلبي وقفك وحقلي إن لا عابدين حرم كأي كعبة من ذنبا إيه وها لا عابد يا أي تهاي رب هذه البلدة بلدة الرب إلى هذا لا عابد يا رب هذا البيت بلا عابد يا بيت كان رب إلى هذا لا عابد يا وحنا لقول عابدي أوامرت أن أمري ولا قاتو ماشو يري مرا اما كو ريغا اما تابتا اما سمايا سمينتاس امر الله لا قادنايو او لا فولينايا عباده و خو يري كتغا و كفغادنا ايدان ان لا تغ عباده وي لاجل ذلك ابو عمر امرك دونا اسقو له حجر كله لا تضر ولا تنفع حجر وسدك ددكو اي سايس كو نقنايان ضر يا نفع مننا مليت و خونا ما ديري كرتيد و خونا ما انفعي كرتيد كلا و خا مو سمينينا سدان رسولك عليه الصلاة والسلام وسمير يا نرجني رسولك عليه السلام مبلغ عن الله بها حق الله لجسوا جارسيي يحق الله حق جار يصير كسي جارسي رايدتك وعلى يسوا جارسيي الله شاقي يا بلغ ما أنزل إليك لير وحي الجوزة دجيتك جارسي تانو كل شقينا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وله إله وحوى هذا كل شيء شيكست وأمرت أن أكون من المسلمين مسلمين تينا كمدة هذا أنا الله أمري صادق وجل استدلالك آيات آيات اللو دريشنا فضل الحرم حرم كفضل قوليه مصنف كأوبابا يستي وحاوي من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة ربوبية الله سبحانه وتعالى وحالو إضافيي بلدة والإضافة للتشريف والتعظيم إضافة سي إلهي اللو إضافيي بلدة سي الله اللو إضافيي ربي الربوبية ديسا وحيث سيسا مركا معظم شرف له او قيام بدل انه حرم كنيه ما اله باب الله الا في سبحانه وتعالى. وقوله جل ذكر رواه باب وباب قوله بكحرنت اولم نمكن لهم ددك ميانا دجينين حرما حرم ميانا دجينين امنا امنا ويجبى اليه الله سو كينايو لو كينايو لو سو لو سو ارورنايو وددك او سو جيدايان او كينايان يجلب اليه ثمرات كل شيء شيء والباء مريه سيا ثمارتي سين لكيرا يسمار كان رزقا حالو يا هي ارزقيد يا مصروفيد من لدنا حقنا كاتي ولكن اكثرهم دتك بدن كود لا يعلمون سامعوا
waxaa la iskugu daray amni iyo risqi baa la iskugu daray. adcamahum min juuc wa amarahum min khawf buu ilaahay ku manaystay subxaana wa tacaala, ugu mana sheegtay wixii gaajaana waa ka quudiyey subxaana, cabsidii iyo amni daridiina waa ka ilaaliyo nabadgelyuu siiyey, labadaba u qiimaneed baa ilaahay iskugu daray subxaana wa tacaala. marka kuwaan hadda leh haddaan adiga ku rumayno muxamedow bay dheheen in natabic ilhuda macaka mutakhaaf, waxaa naga dafayaa oo naga qaadayaa oo weerar baa nagu soo min ardina dhulkaana naga qabsan bay dheheen, annagana waanana dafayaa. markaasuu ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xaram aamina, iyagoo gaala ah oo mushrikiina oo ilaahay qeyrkii caabudayo oo asnaam oga buuxda kacbada ka buuxiyey, ayaaman amni iyo nabadgelo siinay oon ilaalinay oon difaacnay oo wixii kusoo xadgudba aan ka difaacnay, ma iyagoo muwaxidiin oo muslimiina ayaa nabadgelyo darro ay ku dhacaysa oo iimaanka iyo towxiidka miyaa nabadgelyo laan wata, iimaanka iyo towxiidka miyaa oga daraya. awalam numaki llahum xaraman aamina buu ilahay subxana wa tacaala. taana waxay tusaysaa fadlu lxarami, xaramka fadliga uu leeyahay, ammaan inuu ilaahay ka dhigay risqigiiyo oo midhihii o dhan isku keenay ilahay subxana. ducada ibraahim calayhi salaam baa ka mid ahayd warzuquu min athamaraat, ilaahay oo midhaha ku arsuq oo ku masruuf wa ku dhahay ilahay uu baryahay subxana wa tacaala. waxay iska tahay dhul saxraa qaalixa buura ah cidla ah biyo iyo baad midna aan lahayn ayuu ilaahay baryay, ilahayna waa ka aqbalay subxana wa tacaala. oo hadda haddaad tagto maka almukarama, midhaha adduunka meelihii aad barwaaqada iyo midhaha ay ka jiraan beeraha ay ka jiraan wixii ka soo baxay ayaad ka helaysaa oo lagu soo aruuriyey. qaala xadaanaa cali bn cabdillaahi almadiini, qaala xadaanaa jariir ibn cabdillaahi jariir ibn cabdilxamiid dabbi can mansuurin min muctamirin can mujaahidin ibnu jabrin can daawuus ibn lkaysaan alyamaani can ibni cabaasin radi allahu canhumaa cabdullahi bnu cabaas ibn cabdilmualib ibnu cami rasuuli illaah sala allahu alayh wasalam, saxaabi ibnu saxaabi wey nabiga adeerkii oo cabaas ahaa dhalay oo dadka ugu jeclaa rasuulka sala allahu alayh wasalam, isaguna wuxuu ahaa wiil qiimo badan ibnu cabaas xabrulumma la yidhaahdaa, ummadda ninka ugu caalibsan wey tawiilka iyo tafsiirka qur-aankana ugu yaqaana. qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas, qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam, nabigu wuxuu yidhi yowma fatxi makkata, maalintii maka la furtay, isla maalintii in wuxuu nabigu yidhi ina hada albalada, baladkan aada aragtaane baladulxaraamka la yidhahda maka almukarama wamaa xawlaha min alxaram, xaramka ila markaa nabiga calayhi salaam iyo xilligii hore kacbada ee waxaan ujeedaa xaramka iyo maka way kala ahayd, waxay ahayd cumuum iyo khusuus, maka oo idilbaa xaram bay ahayd, laakiin xaramka oo dhan maka may ahayn, xaramka ka weynaa hadda waa tawasucday oo xaramkiibay kacba maka xaramkiibay dhaaftay, xaramkiibay dhaaftay oo tanciin baaba bartamihii magaalada ku jirta. marka nabiga calayhi salaam markaasagoo maka furtay buu hadlaya wuxuu leeyahay ina hada albalada xaramahu allahu, ilaahay baa xaram ka dhigay oo ka xarimay waxyaalahan soo socda, laa yucbadu, lama gooyo shawka qodaxdiisa, geedaha qodaxda leh ee laakiin cagaarka ah ee weli aan gegin, geedaha iyada lama guri karo lama jari karo, iska dhaaf kuwa kale ee aan qodaxdaba lahayn, dhulka isagu sidiisu saxra u yahay in wax lagu sii abuuro wax lagu taltalaalo oo xoogoon la bilicdiisa iyo quruxdiisa la hagaajiyo mooyaan in lasii nabad guuriyo lama ogolo, waa meel ummadda iskugu imaanayso oo hoos loo baahan yahay oo wax indhaha u roon la rabo. laa yucbadu shawka walaa yunafaru sayduhu, ugaadhiisana lama eryi karo, xataa iyadoo geed harsanaysa haddaad u timaado waadha xaramka inaad geedka intaad ka yar eriyso aad adiga harsato lama ogolo, waa inaad waaranayso iyada ujeedaba iska dhaafay ood cunaysa iska dhaafay. walaa yaltaqidu, ma qaato luqadatahu baadida maka ama xaramka ilaa man, qof unbaa qaadi kara baadideeda hadduu helo carafaa yahdinaya, qofka weligii yahdinaya, oo waxay ka duwan tahay baadida meelaha kale laga helay, ugu badnaan sanad haddaad yahdiso wax sheegta aad weydo waad iska isticmaali kartaa calaaniyati damaan, qofkii ku lahaad waan ku imaada waad u magdhabaysaa, laakiin maka haddaad gacanta ku dhigta baadideeda weliga gacantaada waa inaad ku haysood dhawaaqdoo tiraada wariya iska lahayda ku hayso, saa darteed marka hore baadida iskugu dhawaan haddaadan yahdin karin ha qaadin. alxamdulilah hadda waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo maktabu lmafquudaat, meel waxyaalaha baadida ee dhumay loogu talagalay in la keeno, dadka wax ka dhumayna ay tagaan ay ka yahdistaan, kuwa baadida helena ay iska dhigaan, wakaaladaasa hadda lagu baxsaday. qaala almusanifu raximahu llah, baabun kalfasli oo kale wey, weli xaramkii iyo fadligiisi baan ku jiraa. tawriid baabun wuxuu ka hadlayaa laakiin xugun ah maka haddii xaram tahay oo aamin tahay oo muslimiinta oo dhan ba ay saa u tahay,
عام بين المسلمين تودن أتها يوم ملوذ ليه هاي قريه هذا يا باصص كذا مسوى لك ليه هايو إيب يشراء يو إيجار يو أرمها عقود معاوضات إن واحد وقع لقطة أوقفك كي يبص تابا كي إيجار تمويه نقول بقولي هذا أسكاله مسألة هذا خلاف قديمة وعلماء سكوا السحابة كسب اللابت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه مجاهد بن جبر رجل كمدي هاي صفيان الثوري أبو حنيفة النعمان رجع صدام وحكوت تجان حرم مكة إن الوذلية هيبة إن الوذلية هي وقف الحاج يسوس على جوري الله جوري واركاه ماشى ركويا له يلام تسقط على صنايا هذه لو سو الرئيان أرداق يسي داش كيسي درس ديسة وين أنا لقى حيرين ألقاس ودقايا آه صدرت لما كري سنكره بحاجة إذا قف لقى بكرين كره دير الجمهور وراجين كره الباب هذا يعني الحين بيروح عمر رضي الله عنه وارضاه مع ذات كم زود دقايا قولك وقول قولك على جرو جمهور العلم يكون تجين إمام الشافعي رحمه الله الدلة فربان وسأروا لي أوليه وحل ليه ولا ليه سواء العاكر فيه والبادي محل النزاع وحاول آيات داسوي سبب الخلاف اختلافهم في مفهوم هذه الآية آيات داس مفهوم جالس خلاف سيئين سواء العاكر فيه والبادي مثل الدجاني مثل إما هذي إطاريا ويؤس ميهين تاسي أيها الاسكرق هذي قال الله وحاول ولا ليه معناه هذا وحاول حرم قدام كونوا حيدين سواء العاكف وحليه ومشى الاعتكافه ومسجدك هي كعبرة مشى سلوا ذليه هي أما قريها هي حافظها نقول بقولي سنة بدليل حديث أسامة صاص على رضي الله عنه صاص على النبي عليه السلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور له عقيل بن أبي طالب قريه هي داريه هي بوصص النبي عليه السلام يا أيرك يا أبو طالب أي رهائن أسيا قتاي أسيا طالب إبسدي أو كبحي وحاول الدليل هو كلا هدو باع وباع جراء ورمحين وعليرا باع ما صحين مجيرا أيوليرا لبنا قدن كربا مكا وحاكا الله الدليل شهد النبي عليه الصلاة والسلام لكم مكا قبتي من دخل دار أبو صفيان فهو آمن بير أبو صفيان دارتي سننكي قرأ وآمن أبو صفيان بالله إذا في سومارت اخرجوا من ديارهم وكلا ليه الفقراء الذي يحصل في اخرجوا من ديارهم وكلا إله سبحانه وتعالى كوي داره ده لقى الصاري لك داره دي laga saaray ba dadkii ka saarayna lagu eedeenaya ayaguna lagu maratay cudur daaraya fuqaraa muhaajiriin ladin ukhruju min diyar wa amwalihim daarahoodii xoolahoodii baalale Umar radiyallahu anhu istara daran lil habsi dar oo li sijni iyo inuu dadka ku xabisa ayuu iibsaday oo galay in la gali karo tusaysa marka nusuusta waxa xoog badan ah in maka guriyeeda iyo boosaskeeda iyo xaramkeeda وحاوي وحد نقول أول كلا ليه هاي لكن مسجد الحرام ويوحى لك الله هين تنو صوّر هذا مصرفك حديث تدي أدلية لقارك منه لا بلاس قول لقولك والرجحية مذهب الإمام البخاري ومذهب الجمهور كانوا الرجحية باب التوريث توريث دور مكة مكة دارها إذا إلا كلا دحلي وبيعها لك الجذان اللي يبسن كرو قف كلا وسكن ذي كرو وشرائها لصاق جذان كرو وأمن الناس تدكوا في المسجد الحرامي مسجد الحرام كريا إنه سواء أي وسميهين خاصة كريه مسجد الحرام ذات كين أوس من يه ودليه كريه لكن حافظها يبريها لك لليه لقوله تعالى والدليل والذين إن الذين كفروا كوي قارضها ويسدون عن سبيل الله إلهي شد كي سر ذاتك الرباي والمسجد الحرام إن الرباي الذي جعلناه آية للناس ذات كنوية لي سواء العاكف فيه والباد ذات كايد الباء وضله كعاكف كي جوله مقيم كي متك باد كي صاق علي أنت با مسجد الحرام كي عندك كون أن أوس من يه ودليه كوي ذاتك كور تاجنا على السحكسين هيا إلا نحن حمسيون له قريش لي هذا هو قاروي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم إنك لدونا حرم كاسي إلحاد إلى شح إيا حمان إيا منكر إيا الظلم إنك لدونا نذيقه من عذاب أليم بلا إله عذاب أليم أيام بدن سينينا إنك مكة قده إذا شرق الله إيا نباط إيا قرباء قربات إيا قربضات سمايا إيا أمن الدركة كعيا إلى عذاب أليم كل ذايا الدنيا خربة البادي أطاري آيات دي بمركة آليس دي بخاري الوية غان رحمه الله سواء عاكف فيه والبادي بادي وحال رجل أبو الأطاري قفك كسوة الدرية ريما كان حين معكوفا لفظها سواء العاكف أي لفظ كراه أسيرا معنيه سا كوي مارا أي الفادي سي تصريفات كيسا معكوفا بير معكوفا وآيات كلا في سورة الفتح هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة مركا هدي يدي السلح الحديبية لقاها ذلاي كوي مسجد الحرام
dadkii cumrada u imaaday ee cumrada u socday hor istaagay ka reebay hadiyadii oo macquufaho xabisano inay xaramkii ay gaadho loo diiday iyo maxilkiisa makaankii loo gowraci lahaa macquufanta marka waxaa loola jeedaaba ku leeyahay maxbuusan xaalay biyihiinku meeshaas lagu xabiso lagu xanibay la diiday inay xaramka galaan حدثنا أسبق بن فرج قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزوري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي صحابي بن صحابي أنه قال وحجر يا رسول الله رسول الله أين حجابة تنزل دقد أنت في دار مك في دارك بمكة دارت هذه مكة حجاز كده مجنية حافظ هذا الدقي دون تا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أذكر كي أبو طالب وكيل النولا أبو طالب يا النبي عليه السلام أبيه نوي وضع دشين عبد المطلب وضع دلي حافظ هذا الجرايان الشعبي أي ولد الجرايان اسكت بوصص بهاين ولا وضع دحلي مرك النبي قريب وكلها دارت هذا حجاز كده ليس فقال وحير وهل ترك عقيل عقيل بن أبي طالب عربي ولا لين شقيق يسوي ما وحنا قتلي من رباع واحد باصص يجريا أو دور داره واحد دار يباصة ونقتل مياه بالجرتبة وكان عقيل وحوه ورثة كده حري أبو طالب أبو طالب بود حلي هو أسرع عقيلية وطالب إنك طالب هاي أبو طالب لو كن يي أبو طالب اللي نكون جوا يعني طالب كأبيه وي طالب كود علي يا عقيل لا براس قال ماذا كهري جعفر يا علي بن أبي طالب من سابقين تبع رواي إسلامين نبي عليه الصلاة والسلام كذلك دوي ولو يهجروا مكة وكلها هجري مركا ركي قالها ركي مركا قالها يكون هرين كفار قريش هيستين دكي قالها وما مركا لا يرث المسلم الكافر قف مسلم قال ما دحلاي قال بودح المسلم كمسلم ودحلاي أبو طالب مركا وحاد دحلاي عقيل يا طالب وقال لما مركاسي كون هري عقيل مركا دم وصى إسلامي ضارب من قزوة بدر بالواي ماله قريبة ماله قريبة رقي الروح وحياة بجرت ضارب لكن عقيل مسلم وصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه مكدم وصلى إسلامه مركاه ركاه الله رسولك عليه السلام داري سوي يبسده وقتله حراشتي ولا قتل دبق عن تكوهي وروح أسباع بيع صحة ما يهين وما صحين وما كويان لبكة لقذان كريه كك عمون دين رسولك عليه السلام أما وين لدى جيبا روحي يواي يبسدي فكان عمر بن الخطاب وحوها رضي الله عنه وعفكان الله أنا وزوري مركز زوري نهضو عمر كور رمو انقطاع وقصوا لأنه ما أدرك ما جارين ما سوى جارين عمر زوري مركز فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوها يقول كي هذا الله يرث المؤمن الكافر مؤمن قال ما دحايو سواء مرفوع عن وجره قال ابن شهاب حجري وكانوا حيا يتأولونك وفسرته تأويل كان ما أنت وتفسير بلوجه ذا تأويل قول الله تعالى التفسير قول الله تعالى يا ما قبودي يا يا كرهض ولم يرث جعفر وعلي حمين دحري شاب حمين دحري وكا واسك واش كجرت حي العقيل يو طالب بعد اوغاتاي اني غالوا غالها ينو ادير ابهود ابي طالب او غالها باي دحلين جعفر يا علي سحمد دحري إما قرين تاس قال ابن شهاب وحيري وكانوا يتأولون قول الله تعالى يفسرن جرين سوى انت أمه يا لأنهما كانوا مسلمين هي أو ولم يرثوا جعفر ولا علي رضي الله عنهما من الحشيا لأنهما كانوا مسلمين بهاي وكان عقيل وضال كافرين بهاي ونصب البلاري سوما ونصف فصيري سيفي عم نوسي واضحيي لبضن مسلمين بها هايين واحد انتين وقال مسلمنا قال ما دحلو لبضن قال هذا هايين ولي اسلامين مركزنا ويدا حلينا ويقع دحلو ودنا ايبسي عقيل بسيقة قتي وقال ابن الشاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى بفصير انجرين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ذاتك مؤمنين تي مهاجرين تي جهادي ماري النفبة في سبيل الله يكون جهاد والذين آووا ونصروا كوي صوبة ويقرقار أهل المدينة أولئك بعضهم أولياء بعض كوهم بأولياءه حرير له بركة بركة كالي مارة أولياءه إيمان كأي إسلام ما راسا ولوه أيوك إيم هذا الولا والبراء وحي قال أنا يدى ولي إسكوا وحي مؤمن يدى ولي إسكوا
kuwaas marka isku wariyada wada dhashay muslimiinta ee xagga diinta walaalaha ka taas shardi ah waa in la helo markaas ay wax wada dhaxli karaan hadii kale dagaal la gaalmo dhaxli muslim muslim dhaxay baabu nuzuri nabi sallallahu alayhi wasallam makkah mukarrama nabi alayhi salaam makkah dagidi uu dagay dagitaankan markii fathu makkah uu nabi alayhi salaam makkah furtay waa lagu fasiray ma ahe markuu nabiga xajatul wadaac intuu xajiyey leylatan yowmu nafrigi alakhiir hadda ka hor waxaan soo sheegnay laba nafri inuu jiro nafriga koobaad muxuu ahaa yaa sheegi kara maalinta 12 ay tahay bisha dilxija 12aadka mina inaad ka soo tagto oo tacajusho ay ku bannaan tahay nafri awal baa la dhahaa nafri thaanina waxuu yahay 13aadka wey ana 13aadka markaa la tuurto waaba la soo guurayaaba marka markaas nabiga calayhi salaam makuu kusoo afyeeshay oo kusoo socdaayo dawaaf wadaaci baa u haray xaggee degi baa la yidhi marka xadaanaa abu lyamaan akhbarana shucayb bin abi xamza diina عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحجري قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي حجري حين أراد مركو داري قدوم مكة مكة إنو قاله حقا مكة سوى قاله يا مكة مركو فرنا يا فتح المكة يدوالي ما هي مركو حجة الوداع انتو حتك لما يومينك سوى كعايي لبرا والغوفة السيروان نعكرتا تعدد إنا يجرتوه لبرا قول بسواش الويدي مركا سوى نبي حجري حقا يدقي مركي ليري منزلنا غدا بري waxaan dagaynaa 13kii baa la marayaa moqta bari oo 14aadka ah ma ka si fiican loo dagi insha Allah wa du ilaahi yiraado bi khayf bani kinana maasha si dambaa ay re bani kinana khayf waxa la dhaha buurta salkeeda hoose ee yar munxafid ka ah hooseysa toga iyo marato toga ka yar koraysa marka waa buur hoosteed oo tagba mara toga gudhiisa ma aha marka waa buurta iyo toga meesha iska qabtaana yar dambaa hoosana ah tagi hoose godkiisana aan ahayn marka khayf bani kinaanana waa la dhahaa muxasabna waa la dhahaa taga asaga xasmadu waa qururaha marka xasba iyo muxasab iyo afdaxiyo waxaana waa isku wada macna waa isku meelo wey marka khayf bani kinaanana xayithu meeshii baan dagayna taqaasamu ay ku heshiiyeen ay isku dhaarsadeen calal kufri gaalnimadii nimankii gaalnimada isku dhaarsaday markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay bicidadiisii 13 sano kadib waa ka intay bal isku imaadeen ay shirqoolka sameeyeen النبي عليه الصلاة والسلام إنه يدلا مكة دمه صباحي هشيس قالوا وقلنا ما ذي النبي اللي يدلا عليه الصلاة والسلام دار الندوة ماشي اللي وش رأي شركة وكذا عاي أي وحيه خايف بنا كنانا أيه محسب ويرنا عن عزيزي وي هل كان سيمر كا أكيد بألك بين دقي النبي رسولك عليه السلام سببت النبي هل كان قدر تين وحويان هدي النبي عليه السلام ماشى أيضا قال هذا أي كم مجان قال لماذا ذي وعلن كذي أو كم مغيم ما كم ذا in maanta islaamka iyo quwadiisi ay ka dhax muuqato shukran lillahi subhanahu wa ta'ala ay ku qarsoonta ay ku jirto tan oo muujinaya nabiga kaleey salaatu wa salaam maasha Allah mustalaf raqwa maanta ayu aziza oo muuqda inaad degto saa darteed bay culimada qaar Anas bin Malik ay kamid yihiin waxay dhahayn in muhasab la dago khayf buna kanaana weeyaan sunnada kamid tahay min sunan al-hajj wa nusuki kamid amaash hajka kamid tahay laakiin Aisha radiyallahu anha waxay bii jirtay نزول المحسب ليس من السنة إنما النبي عليه السلام وادى ليكون أسمح لخروجه بحيتان كان النبي عليه السلام وضد ما يشوك بحاجة كنت وصمتها هاي ما يلكو سهلا بحدة يجدها أيها هاد موينة نبي عماش حتك كمورة دارين وخلاف لكن هدي أمير أنا معناها وحاويان معناها أسأه إنه نبي موجيه إسلام كهذا حوق ويا شيء ماشي الوضع في مركه وراء تايلا معناها دكجرة ماشا إنه يتايرون ونكسن أو لا يمانكره حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام الشام قال حدثني الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة الزهري عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه قال وحجري قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وحجري من الغد يوم النحر ما أنت يوم النحر جهت بريده وهو النبي بمن من الجوجة نحن النازلون غدا وحنديدونا بري بخيف بخيف بني كنانتا او كنانا من كان ربنا كنانا ما شيء تقول اتيسها محسب بالله جداي هكذا تجدونا مركا وهو بمر نحن النازلون غدا تاس مركا النبي عليه السلام يوم النحر ما انت كحيت مونا صابحينه وحويان ويوم النفر الثاني صدح طمنات يوحي قد ما يصبح الرسول عليه الصلاه والسلام صدح طمنات مصبحي افر طمن كر واكي كسويدي ما شاء خيف بنا كنان حيث ماشي تقاسموا على الكفر قالوا ما لا يكون اسكو دارسدين تقاسموا على الكفر دارتاسي اي قالوا ما اسكو دارتين وحو اها
meeshaasi markay isku imaadeen mu'aamaradii iyo shirqoolkii nabiga lagu dilan la yiri waxaa ka horeysay inay meeshaa intay isku imaadeen ay yiraahdeen nimanka la yiraahdo banu haashim ee nabiga uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam cabdullah ibnu cabdilmuqalib bin haashim buu ahaa nabiga calayhi salaam banu haashim qowska la yiraahday waxay dheen aan muqaadaca ku samayno cunaqabateen halkaasa markaa ayay fadhiisteen khayf binu kinaana waa meesha ku shiraan bay ahaan jirtay halkaasay fadhiisteen kadib markii dambena nabiga calayhi salaatu wasalaam in la dilaaba haddana lagu shiray xayuu taqaasamuu cala alkufri meeshii gaalnimada ay isku dhaarsadeen yacnii bidaalika wuxuu la jeeda nabigu almuxasab mar muxasab baa lagu dhihi mar khayf binu kinaana mar waxaa lagu dhihi taxsiib abdax intaba waa isku wada mid wadalika ana qurayshan quraysh waaka qisada sida ku timid iyo wakinaanata reer kinaana taxaalafad waxay isku dhaarsatay oy ku heshiisay xulafaa u noqdeen calaa bani haashim wa bani cabdilmualib buu leh banu haashim iyo banu cabdilmualib bay isku gaashaan buursadeen si ay uga hortegi lahaayeen ucanaqbateen lahaayeen aw mase banilmualib shaki buu geliyey ma cabdilmualib baa mise waa banilmualib waa halki doonta bukhaari wuxuu leeyay walashbah banilmualib marka banilmualibkaa sax ah lannahu cabdilmualib haashimku ka mid yahay cabdilmualib waa cabdilmualib ibnu haashimba marka in la yidhaahdo banu haashim iyo bani cabdilmualib waxa weeyaan macno weyn ma keenayso ee waxa weeyaan qowsaskii afarta ahaa afartii qows manaafis cabdimanaaf iskugu imaanayay afarta ayada ahaa laba kabiila waxay raaceen kinaana iyo qurayshta kale raaceen waa cabdishamsi iyo ninkii ahaa nowfal iyo cabdishamsi waxaa cabdishamsi iyo nowfal iyo haashim iyo mualib buu ahaa afartaas ahaayeen afartaas waxaa la isku dhihi jiray cabdimanaaf ilma cabdimanaaf baa la dhihi jiray labadan marka waxay dhahnaa qurayshta kalaan raacaynaa cunaqabateyntii heshiiskii baadilka ahaa ay ka qayb qaateen heshiiskii baa la qoray kacbadaaba lagu dhajiyeyba kacbadii musharafadeed iyo heshiiskaas jayrka ee daalimka ayaa lagu dhajiyey oo ku xumbaarsan dulmi iyo jawr iyo gardarro nabiga calayhi salaam marka qowskiisa banu haashim maxaa raacay banilmualib baa raacay oo dhahay walaalahaano meeshay ku dhintaan ma ku dhimanaynaa waxaad ka goysaa naga gooya nagana shicbigii bay isla galeen meeshay wada galeen xaafadii halkaasa marka lagu cunaqabateeyey caruurtoodii iyo haweenkoodii oohintoodii baa loo adkeysan waayey qaar cuqaladii ka mid a marka waxay dhan warsinaan si ma markaasa waxay damceen inay meeshiiba ay cahdigii balladii wixii o dhan bay deen cagta ku dhufteen ilaahina subxaana wa tacala wuxuu ku salliday waraaqihii ay meesha ku dhajiyeen al-arada baasha la yidhaahdo muxuu ahaa aboorka baalka la yidhaahda cunay wixii aan isimkii ilaahay iyo magaci mucadamka aan ahayn waxaasoo dhan u cunay ayib marka waxay ku heshiiyeen anlaa yunaakixuuhum inayna waxba ka guursanin waxna u guurinin xidhiidtinimo iyo guur nama dhex mari karo walaa yubaayicuuma ayna waxba ka gadanin xataa yuslimuu ilayhim ilaah usoo dhiibaan annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam waa fikra jaa'ira daalima qadiima fikraddan ah qofkaa noo soo dhiiba dowlad dhan laga yaabo qof ku magan galay ama ku cararay in cunaqabateyn loo saaro dowlad idil ninka asagaa keena noo soo dhiiba haddii kale idinkoo dhan cunaqabateyn bana saaran ama aan usoo duulaynaaba fikra waxaa weeyaan mushrikiinta alawaa'il minhum wallaakhiri ayay laqabaan wey maxaa yeelay waxaa kulminaya dalaalka atawaasow bihi bal hum qawmun duqyaanka iyo dulmiga iyo jawrku meel kasta uu joogay zaman kasta uu joogaba isku macnuu keenaya isku sibuu i fikirayaan walaa yubaayicuun xataa yuslimuu ilayhimu nabi ilaa nabiga usoo dhiibaan nabiga waa soo dhiibtaan haddii kale cunaqabateen cuntanayna siinmeen waxba naga gadan meen alaabtiina gadan meen xagee lagu noolaan marka gaasha u dhammaan gaadheen waqaala salaama wuxuu yidhi can cuqayl saasuu yidhi wayaxya bnu daxaaqna can alawzaaci isku dar akhbaranii ibnu shihaab qaalaa waqaalaa waxay dhaheen waqaalaa bani haashim wa bani mualib bay dhaheen riwaayata awzaaci qaalaada waxa weeye cabdiraxmaan alawzaaci iyo cuqayl riwaayadiisaas min riwaayati ibni shihaab shaki baa iyaga mayna gelinin waxay dhaheen bani haashim wa bani mualib labadaanay cunaqabateen saareen qaala abu cabdillaahi albukhaari wuxuu yihi isagoo tarjiixinayo bani lmualibi ashbah in la yidhaahdo bani mualib baa ashbah ila sawaabi sawaabka kaasa u dhow in la yidhaahdo cabdilmualib lanna cabdilmualib bani haashim buba ka mid yahay waxba haddii la sheegaar loo sii saaro kuma jirto macno baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisu ku saabsanya uu yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inawadhan waxaana xasuusinayaa nabiga risaaladiisa iyo nubuwadiisa xaqnimadeeda runnimadeedana waana tusaysaa ummadihii hore laga sheekeynaya ambiyada hore ibraahim calayhi salaam baa wuxuu yidhi rabbi ijcal hada albalada baladkan ilaah waxaad ka dhigtaa baladulxaraamka aamina mid aamin ahoo lagu nabadgalo qofna in la taabto lama oga xataa qof wax dilay laguma dili karo ilaahu xaraam ka baxo wajnubnii iga badbaadiyo oo iga dhowr allow aniga iyo wabaniya caruurtaydaba
أن نعبد الأصنام إن الأصنام عابدنه إلا وأن يعرضت إلى قبل بادي ربي إنهن أصنامت أضلنا وحيد بميا كثيرا وحبضن ومن أنا أزدتك كمذا إن بلن بعدتك الله وضع وقلي وضع بلن بادييين وتوحيد كذا كبا بأي وشرك اللي لما رواي إلا هو الشرك أنا قبل بادي أنا عرضت إلى هذا قدو عزراء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحسال وحوي أبو الأنبياء وإمام الحنفاء أنبياء أبوهوت أنبياء ربنا كود لأن إبراهيم بكفر عمين عليه الصلاة والسلام وإمام التوحيد إمام الحنفاء أيا سلاس له وأنكي أصنام تقعان زي كجة جبيي أيا وكعب صنع يا ولا إله قبل بادي ودر له سيكي قعما كجة جبيي سادرت بإبراهيم التيم وحوليه ومن يأمن من البلاي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بلاي كنبت جلي وراها يعني آمن بانهاي وانا ما يسترهاي وانا اسكو في الله وانا اسكو كرصانا يا بيكرا بعد ما قال إبراهيم هذه المقولة إبراهيم عليه السلام هذا الكن مركو يري كذب أصدقوا إبراهيم اتقرنا يسو يا وحوليهي إلهي وجنوبني وبنية عنا عبد الأصنام أصنام تنا عابدنا إلا ونقب البادي بوليه من رقفك مسلم قال حرم مركب مروى البابا إنه وانها فرتكو هايو وتوحيد كيسا هو عبصده وشركي يا قالما وكبقى على الربا إلهي أمر وبرثمات إنه سقنا على أوي ديستو أي على الربا أو نمكر إلهي آمن كان نقنن فمن اتبعني مركب الحوية لقفك الرعامي فإنه مني أمني قمد يهي ومن عصانك وعاسيانا فإنك غفور رحيم بات هذه أضعفة أو الرحريستة لمن تاب وآمن وعمل صالح ربنا يا ربنا ربنا أنو إني أنا أسكنت وحاندجي من ذرية أولادي فرعي بوادي باندجي وادي يتق مكان وذي المرأة ويانا كعبالك تيض غير ذي زرع أوح بيرا يوح أبورا مننا اللهين عند بيتك المحرم بيتك هذا محرم كا ماشا سكو على ما يسمع كدب ابنه ماشا ودقو إسماعيل ونو وينا أي الله بيسي مركا ماشا لكن على مديسي يا بيت الله المحرم يتاواه الرئيس وقديم بيت عند بيتك المحرم لكن مركا دما سوى على موينك يوحي يوعدن إلى أمو جيه مناسكتي ربنا ليقيموا صلاة سي صلاة أوها جيهين صلاة تكذان وحرم كنت كذان أجل غفرها بنا لغيره فاجعل إله حاذية شافرة من الناس تاوي إليه قلوب تددك ماذا أصوى الضمطه نوى الباب المكاية كجية أو كعبها كجية أو حرم كجية أيما أنت ليه هلوه كجرة دعا لإبراهيم بقود على قلب يددك كجرتا أيضا سمصنف كبابكا أيو كوكافتومي بعض رواد بخاري قاركوت أيضا سي أيضا أنت اسكو قبتين أيضا هل كوضا لغيره حديثة كده ميسانة أحاديث بأوقات لغير أحاديث أليه أقعد لغين نعم لكن الحديث كي قصة دي قصة سنة النبي الله إبراهيم إيهينو هاجراء وحاس كي سياء إسماعيل وير وماشا عبد لغي إيه قصة دي ديريت يماشي كدن بيسي أيها جرتو في صحيح البخاري ومصنف رحمه الله تعالى كياني دونا كتاب الأحاديث الأنبياء أيونكو كياني دونا هذا لكن انت سكاك هفتومي إن شاء الله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله إلهي وحي إلى الكعبة البيت الحرام كعبة راسي بيت الله الحرام قياما بكيا للناس مددك قوام وأتاقا مصالح ذو هذا فإذا فربضان أي كوها يستان أمني إيا النبات قليا يكوها لين دعاء إبراهيم الرزق ياسي يكوها لين دين توذي بماشا كوها يستان مركا مصالح ذو هذا إيا أمني ذو هذا دين توذي الدنيا ذو هذا وكيرا يعني. قياما للناس وهذه حتى قفكا وحقما أو إستاقا ومرحوه إلى ليا أوهي سنين كعبة إلى الناس كعبة إلى علنا دورة يسوى قيامة وأتاقن علمي قفك مارة كسو على الروى اللي بدادنا إياه والشهر الحرام قياما للناس ما كدقنا بلها حرمة عليه أيو روى كوادتك أي منفعة ذاس يا أمني يعني متقل إذا كوها يستان والهدية روى لقد يقول هدية حرمك الله ولا قف قدوانا يمجر تقلب هدية هديتها والقلائدة قلائدة يدونا سيدوك لي كوش ألقنت الله وحد أيو وين حرمك برك الله ولا ذلك لتعلموا إن دوقاتهم وأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إنه أجيه السماء يا رضو حق جرى وأن الله بكل شيء عليم به حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة كعبة مشرف كي يقيمه هذا أنت على الشيء يا وحا خرب دونا أو بربورين دونا ججبين دونا با ذو السويقتين متك اللبضا من شاب ودوان وصاحبك سويقة وسويقتين وتسقير ساقين ساقين بالسين تسقيريه لبضا قدون يلوها مثل اي دوبين من الحبشة تري حبشة منك اساقا ري حبشيت عيوك ووطا ساقا فولي او ججبين ايو نبي صلى الله عليه وسلم اصلع ايا صاررتي انو يا اصلع
ومد هيرله وحكلا صار أرتينو يهاي أسمع مد غير ير حاجة ماذا حنا ير آه وحصارت إنه به سنة أمارتي وقدنا ليها أيضا ما يمان دون تاي تلمع ما سكسي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووحي ولا وحي يودي وحصار صعد كشي كان رسولك عليه السلام كعبدا والله خريب الدورة تقريبك كعبدا الله خريب الدورة وكي إلهي سبحانه وتعالى وكي إلى ليي أبرهائي حبشيد ومره علي كسو الدولين إلهي وكي كبابي سبحانه وتعالى بابيه شمرا كسي داي إيه بابيه يجي فرضه هذيبا وكان نور إلهي سبحانه وتعالى وحكى الله الشيخ النبي عليه السلام جيش إنه سيد دوري دونه إلهي كوة ظهر كوة ضمان بيداء من الأرض مركي مرايان إنه لك لقوين دونه هو الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم إلهي لك لقوين دونه مركي لكن إنك لما كانين أيوا قورما ومركي أي مسلمين تنفتر كوة أي السبب النوضان عزار أرتي كعبنا وحا حلاشان دونه وبابئين دونه حق من قبل المسلمين بلغ حلاشان دونه حق المسلمين لنا عوضة أيها أي سبب النوضان دونه أنت لكن دقال الله حق مسلمين توحي كسو أبسان وإن أيها أي سكسو الدولان وصيد عبد الله بن زبير وكيل كسو الدولة حجاج بن يوسف وكيل جبيي قرامطذي نمانك قرامطذها وأكوي أي قاتين حجر أسود كأنت أسو الصناء أي لما قنايين قاتين arimaha aswaada cadday dad badan ay ku laayeen madaafka iyo kacabada gaarkeeda ay ku baabiyeen waxa muslimiinta dhaxdooda ah ayaga waxa isku geystaan way ayaga umba kacabada gacantooda ku xalashana isku leenaya laakiin wixii ka soo baxsan muslimiinta ilaahay baa difaacaya ilaa laga gaar aakhiru zaman ka u dambeeya oo ninka asaga ee xabashiga marka dambe lagu salido marka ayada ana waa mardi aakhiru zamana oo arintu gabagabaa ba ay tahayba حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن المقاتل سرد عصوبة قبل الله المروزي يحيى بن بكير كاسي ياسر على مضب الشيخ البخاري قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال دحيتري كانوا يصومون waxay ahaayeen kuwa soomana sooma caashuura bay soomi jireen qurayshna way soomi jireen nimanka yahuuddana way soomi jireen labadaba qabla an yufrada ramadaanu intaan ramadaan la fard yeelin markii nabigu uu yiri muuse calayhi salaam annaga inay xaqneen badar waa kii amray farad buu noqday in la soomaa inta caashuura ee bisha muxaram ama zaka ay tobanka tahay qabla an yufrada ramadaan wa kaana yawman maalin buu ahaa tustaru fii alkacba kacbada la asturo يعني ما عندك عبادة كسوة يدرك الله حره وكعبادة انتي لا تقول الله النذيف يلا الدلو أيها هنجرت وحديد كان بابه كسوة الكعبة بابك صلاة صعودة أي مناسب أي هاي انت أسلف دقاس وكان يوما تستر في الكعبة فلما فرض الله رمضان إلهي ملك بشي رمضان وفرض يلا إلا صومه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيل من شاء قفك دونه أن يصومه إنه صوم عاشوراء ما انت عاشوراء قفك الرب إنه صومه فليصومها صومه والسنة مكا واجب معها ومن شاء قفك ربا يترك انه كتغن فليترك كتغو وجوبك واجب نبدا على نسخي مركا وحاويان ونسخ الاخف بالافقر نسخ الاخف بالافقر للحكمة الى نسخ مركا لقاها دلايو ان شيء فضوط انتين لقتغو لنسخو كو كعوز لقوف لقوف نارت لقو نسخو اجر كا كبدا نادي ليتو قدر ايو صدا كابريو لسوما ايو خير كافرها بدا يوم عاشورا مالها وعد عضا إن شيء أثقل كه إنتي الله فض أخف كله جوري أو الناسق نقدنا وضع على يدنا الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا وكي بركة طبعا كي قف هل نبلا بدي علم أيه سك دفاع أيه كدي من وحالة العلاس بين يقول نقطة ولا قف ذي الله هل قف وقال أسكع اليالير طيب حدثنا أحمد بن حفص ويانه ابن عبد الله السلمي قال حدثنا أبي عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن دهمان الخراساني إبراهيم كان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي البصري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بالله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين بكميديا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي حجري ليحجن لحجيه ولحجيه والله بقى لحجين دونا البيت بيت كان إيه بيت الله الحرام حجب الله إيمان دونا ولا يعتمرن ولا عمريسن دونا بعد خروج يأجوج ومأجوج لبراس قوم وآخر الزمان كان من علامات الساعة الكبرى ساعة قيامه آيات كده ووين كمذا حين النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وجوي صبح دوراني
markay nimankaas soo baxaan kadib ayaa xajka iyo cumrada saa loo aadi doonaa. Muslimiin baa jooga, taaba ow aabaan baa mutaabiceeyey, wa cimraanna waa mutaabiceeyey. Anqata hadii ka wariyeen aabaan ibnu yaziid alcataar weye aabaankan, wa cimraan, cimraan ibnu daawar, cimraan ibnu daawar. Ibnu maciin wuxuu leeyahay laysa bilqawiy, ma aha nin qawi oo xoogla ma aha, oo fiqanimadiisa iyo labdiisa uu xoog leeyahay. Nin la yidhaahdo adduurina wuxuu leeyahay kaana yaraa ra'ya alkhawaariji walam yakun daaciya, wuxuu ahaa nin aragtida khawaarijta qaba, nimanka khawaarijta ee takfiirka ah fikirkoodu aaminsanaa oo qabay, laakiin bidcadaasi bidcad daaciya ma aheen. Culimmadana waxay leeyihiin ahluxadiidka qofkan bidcadiisa haddayna bidca mukafira aynan ahayn, oo qofku ku gaaloobay. dhinaca kalena uunan daaci dadka ugu yeeraya uunan ahayn, xadiidkiisa waa la qaadanayaa. idaa kaana daabitan cadlan fabtan, sida kale aduu u fiican yahay. walidaalika khawaarij iyo muxuu ahaa muctazile iyo bacda shiicada kuwadan qulaada ahayn iyo ayaa bukhaari yuu ka wariyaa oo riwaadiisa kamida, xataa mashaahidiisa kamida. marka ninkana hadda kamidaba an qataad uu ka wariyey, qataad ibnu dicaa marka mutaabacu laakiin kuu keenay mutaabacadaasna xajaaj ibnu xajaaj albaahirii baa la mutaabacinayaa oo iskugu imaanayaan, qataada iskugu imaanayaan. wa qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi can shucbata wuxuu ka wariyey, shucba isagana ka wariyey riwaayadan shucbana, hadda shucba qataadu ka wariyaa isagana wuxuu mutaabacinayaa xajaaj ibnu xajaajkan iyo yaziid alcataarkan iyo cimraankan ibnu daawarkan iyo kuwan isagana mutaabacinaya, qataadii ka wada warinayaan. can shucba can qataada wey. qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi isalaam riwaayada shucbe laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonto xataa laa yuxaja albeytu intanu marka ziyaada oo la yimid oo ku khilaafay inta raggaa kale laa taquumu saaca xataa laa yuxaja albeyt ilaa beytka aan laga xajinin. markaasuu wuxuu leeyay bukhaari walawal waakhar riwaayadaas hore oo ay nimankaasi warinaya xajaaj binu xajaaj iyo yaziid alcataar iyo cimraanka iyo ay warinayaan oo ah bacda yaajuuja wamaajuuj in xajku uu socon doono ayaa ka badan oo sawaabkana oga dhow min riwaayati shucbata can qataada oo leh saacadda qiyaamo aakhirkeeda inaan la xajin doonin beytka baa laga fahmayaa, laa taquumu saacata xataa laa yuxaja albeyt, saasaa laga fahmay. marka lafdigan uu la yimid waa lafdi uu ku khilaafay jamhuurti kale iyo ruwaadi kale uu ku khilaafay, sidaasuu kule. laakiin waxaa laga yaabaa lagu jamcin karaa in la yidhaahdo bacda yaajuuja wamaajuuj xajku waa soconaya, laakiin muxuu ku dhammaani, wuxuu ku dhammaanayaa bacda maa muslimiinta markii wixii mu'mina laga qaado, muxuu ahaa laga qaado ruuxda laga qaado oo nafta laga qaado, nafta laga qaado dabeel baa imaanayso nabiga calayhi salaam. markaasay deen dadka mu'miniinta kilkilooda intay gashay nafta ayaa laga qaadayaa. markaasaa waxaa soo haraya dad gaalo ahoon muslimba aan ku jirinba, kuwaasaa qiyaamaha ku dhacayaayo qiyaamaha ma dhici doono, wixii oo dadka dhexdiisa uu ku jiro qof leh allah allah leh, allah allah qof leh, waa ka xadiidkii fi saxiix muslim ahaa. marka riwaayada ninkan la yidhaahdo shucba tanaaba lagu xumbaari karaa, xataa laa yuxaja albeyt ilaa beytka aan la xajinin oo xilliga muminiinta ay dhammaadaan wey. laakiin waa ku khilaaf ragga kale, saa darteed walawal waktar buu kuleyay samica qataada cabdallaahi wa cabdullaahi abaa saciid buu ka maqlay. baabu kiswati lkacbati, kacbada arad bixinteeda, yacni in kacbada dhar loo xidho waxaa jirtay arrin hore oo qadiima ilaa maantadana socoto oo mar walbana lasii tadwiiriyo, oo hadda waxay gaadhay dhar xariira oo dahab lagu maaratay xarnay oo lagu naqshadeeyey oo aad la qursan oo qaali ah in la saaro. xadaanaa cabdullahi bnu cabdilwahaab qaal xadaanaa khaalid ibnu lxaarithin qaal xadaanaa sufyaan athawri weeyaane ibnu saciid ibnu masruuq qaal xadaanaa waasil ibnu xayaan alaxdab can abi waail shaqiiq ibnu salamata alkuufi qaala wuxuu yidhi jiitu ilaa shayba. abu waail wuxuu leeyahay waxaan u imaaday ninkii ahaa shayba bnu cuhbaan wey ibnu dalxata alxajabi almaki, nimanka la dhihi jiray banu shayba. marka dambe cuhmaan binu dalxaahaasaa saxaabi ahaa, wiilkiisan shayba ahaa hadda loo nisbeeyaa oo banu shayba la yidhaahdaa, kuwa kacbada iyo khidmadeedii umuuraheeda gacanta ku haya. marka wuxuu leeyahay waxaan la fadhiistay shayba binu cuhmaan ibnu dalxata alxajabi ayaa la fadhiistay oo isagoo kacbada dee gacanta ku haya. waxadaanaa qabiisa, sanadka halkaas ku dhammaaday, sanad cusub buu ku bilaabay, xadiidka halkaas ku istaagay. wuxuu leeyay waxadaanaa qabiisa binu cuqba qaala xadaanaa sufyaan athawrigi weeyaane can waasilin ibnu xayaan alaxdab can abi waail shaqiiq ibnu salamata qaal jalastu maca shaybata, shayba bin cuhmaan alxajabi ayaan la fadhiistay, cala alkursiyi kursigii ayaan kula fadhiistay, filkacbati kacbada gudaheeda, xogow lacag uu waday ninka la yidhaahdo waail oo loo soo dhiibo hadiye oo kacbada loo soo hadiyeyey, waxbaa la iska dhigi jiray, xoolaa la iska keeni jiray jaahiliyada xataa, intaasoo dahab iyo intaasoo dhaqaala ayaa iskaga xabaaran oo wax qaado oo taaban karana ma laha. markaasaan iga qabo, markaasuu wuxuu yidhi shayba bin cuhmaan
ما ذي حق هذه كسعة تاريم يا سلقيسنا يبحثناي ما قاسوا حير مايا أنا هدانا ما بكينا نشان لعق كعبر اسكبك السيين ما قاسوا فقالوا وحير هذا سلاتيري لقد جلس هذا المجلس مجلس كان هذا أفرد لو حافر يستهد كور عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فرد يستي أسوى أمير المؤمنين أوغانك المسلمين تقعانتك وهي فقال مركز وحجر لقد هممت وحان همية وصعد علي ألا أدعينا نكتقين فيها كعبالة قده إذا صفراء ذهب ولا بيضاء فضة إلا قسمت إنا قيبيا أنت معي بيوري ذهب يفضل لهم كحبا على كعبالة إلا اسكتقى حتى الجاهرين يكير الجيران اسكتقى النبي عليه السلام وبكر يحلق حتى اسكتها لي إنا قيبيا المسلمين تيدتك باهنا مقيبيا أنت معي بيوري فكرة كان سأني أصور دعائي وقلبي أنكو هيا أرهندسي قلت وحامري بولاي شيبة ابن عثمان حجبي فراهي إن صاحبيك لبديك صاحب رايك الرئيس والرسول كي أبو بكر لم يفعل ما ينسمين وحد هندسي وحد أدوان عندي نبي يا أبو بكر وكاه الرئيمين سمين سألو سمين كرتا قال وحير عمر هما المرآني واللبد قفين أقتدي به ما كنت يراي وإستيزو مرت وقف بها عمر رضي الله عنه سوى البو وصل دقائق هذه إلى آيات قرآن من حديث الهرب له ويستجري وحن كده ينا يا النبي يا عمر يا النبي يا أبو بكر ويان هذين السمين أنما السمين أيه فكر كي يرأي اجتهاد كي وانكت كي قاعدة فقهية جرت لي يرى هذا لا مساق بالاجتهاد في مورد في مورد النص أما في معرض النص لا والله هاي لا مساق في الاجتهاد في معرض النص ما النص ويا الاجتهاد مجال وقام بنان وضعهم بنان ناس بعدو مشي على وان اجتهادي فكر كي عرقتي إذا أنكت إيماني ما بدي كرت ناس كاين ترى على قصب انتهي ولذلك عمر رضي الله عنه رنتي وكيستاج بابه هدم الكعبة كعبة لا يملد دبين دونه وقال كاش هذا الشيء جاء سلام الله عليك دور قال عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بوحيري يغزو جيش الكعبة جيش باكو دور دون الكعبة كعبة فيخصف به مركز على لقين دونه وأكو كي هذا الشيء جاء وحكاه الرئي إن قرية أبرهاء يعيدا كيسي دير الأبابيل لوها لاقي شمر لوها لاقي وحكوا عيد دون تقرأ كرا إن تيسود دولان مركي بيداء أي مرا يا رمال إلى هذا إلى هكوا ذا هكوا الدم بقول لقوا يندون مركي لنا الله تدو حاجة السوق إسكار نحو طوى وحكوا نح يسنا هي ما هم الله لاقي يجرا ها ولا لاقي بيجري ثم يبعثون على نياتهم نية ولا روسا صار دونا قفل بن يديس لكن ولا ولا لاقي لا نزلت البلاء عمة الصالحة وطالحة قفوا بو يكون عز هذه بلاي صدقت صلى الله العافية والسلامة طيب يغزو جيش الكعبة فيقصد به والأكل لقوين دون أبير حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس الكوفي أبو مالك بن الله كيديس قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي حجر كأني به تسوير إن أركاذي مودانك أنت كأني أنظر به إن أنا أركادي مودة متك أصق حبش جه كعبلة دبين دهونا أسود حارو يمد مدو أفجح أو وقدره حاجرت وقده وحلو لازم ما قرر إنسان قنفة وقده محاود حي ما الفرق بينهما بين وقده وقنفة يا فرق وده حي معي وقده وحويان تباعد الساقين الله ما دي الساق بقى كلفك ها سيدنا هو أمرك سيدنا هو صعنا يا وقده بقى قنفة أنا وابسكوت دبرين زعما وكا نين كلا زعما مركو نين وقدلوي وحان كلا صوم وصوم الرين وياي نين هيرة أمم الحير أو دقيين ها يا كلا وها أسوى ففتشنا يا كعبني حجرا حجرا دق أسوى ففتشنا يا كرك سارم أنا أركاد مدابو النبي صلى الله عليه وسلم ولا وحيودي صلوات الله وسلامه عليه حلق أمركا وخراب الدنيا وسودو مسلمين توا أودمات حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر يخرب الكعبه ذو السويقتين مثل لو من جوار دودمن كما جاء دودمن تنويس كميتا من الحبشه حواشيده كميدا رجع ان امانن النبي قلت تلمامي واجران حاكمين مسيح الدجال بكميدا واد تلمام الرسول عليه الصلاه والسلام اسال امرك ومانا الى المسلمين تبا جوبتا أدو جوكت الدنيا يا عربابا قال في الدنوبة قال إلهي بدبادي يبا ودمنت لبا كان لديني دونا سألت الكيسة عيسى عليه الصلاة والسلام ديني دونا ربي الله عيسى بعد ما ذكر في الحجر الأسود وحي لغشة يا حجر الأسود كوكو سبسين حدثنا حجر الأسود كوا ضيع حاص إلا بنكاظو
ama la taabto oo gacanta la dhungado ama uliyo wax lagu taabto ama korkaba laga ishaaro intaasba waa leedahay inaad taabato dhunkato ama aad korka ka ishaarto maxaa yeelay afarta rukni ee kacbada ka kooban tahay afarta rukni laba rukni oo ka mid ah ayaa la ogol yahay in la taabto midkood laba fadli buu leeyahay labada rukni mid ka mid ah laba wuxuu leeyahay fadli walidaalika waxaa la siiyey laba maziyo iyo laba maaragtay sifo ayaa la siiyey midka labada fadlile waxa weeya waa yamaaniga ruknigan yamaaniga la yidhaahdo fadiiladiisa koobaad waxa weeye calaa asaasi ibraahim ibraahim qaacidadiisii iyo asaaskiisii ayuu ku taagan yahay waa fadiila fadiilada labaadna xajaru asadkiiba ku dhex jira saas darteed maadaama laba fadiilo leeyahay waxaa la yidhaha haddaad gaari kartaana shumi oo dhunko haddii kalena gacantay u taagaysaa amaa rukniga kale ee yamaaniga ah asagoo hal fadiilu leeyahay asaaskii nabi ibraahim ku taagan yahay haddaad gaari karta marka waa taabanaysaa laakiin ishaaro aad dadka korka ishaari ma jirto haddaad gaari weydo amaa labada rukni ee kale labada fadiilo midna male aasaaskii nabi ibraahim calayhi salaamna kuma taagna oo waa soo maray xijrigii iyo qowladii inayba gudaha soo gashay in maxaan ahaa aan ujeeda kacbada ka bixiyeen oo tiilashan shaamiyeenka la yidhaahdo inayba kacbada meeshii la rabay inay ku taal kacbada gudaheeda ku jiraan saas darteed baan la taaban karin ishaarada ishaarana iskama dhaaf ah maxaa yeelay qawaacidu ibraahimna kuma taagna xajar asadna shaqo kuma leh marka xajar asadkii waa laga hadlaya xadadana maxamed binu kahiir قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمى سليمان عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود حجر الأسود كيف عمر أجيبه رضي الله عنه وحي الله أركه الله مقلعه فقبله وارد من كلاوه شميي وهكا شيء الأقل يهي إن عبادة الله من كذا إن الله من كذا الله شميه أفقى الله سعره هكا شيء الأقل يهي وخلاف كتاقنين وعلى سبحانه وحا خلاف كتاقنين يا قرآن كريم وكلا مثلا qur-aanka ma la dhunkaan karaa ma la shumin karaa aa la isku hayaa culummada ay isku hayaan khilaaf baa ka taagan a laakiin saxaabada waxaa la soo arooriyey cikrima bin abi jahl radi allahu canhu ardaah inuu intuu dhunkado u dhihi jiray kitaabu rabbi kalaamu rabbi inuu dhihi jiray intuu dhunkado kitaabu rabbi kalaamu rabbi wa dhugan jiray waxaa ku qoran ee maktuubkaana hadda waa kalaamu llah wa huwa sifa min sifaati illahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ah naam فقبله واد كان فقال اني اعلم وحان الهي انك حجر انها تهي دغح لا تضر او وحبد بين او وحبد بين في ذاتك اديك لا تدع ذا ابن كرت ولا تنفع وحان ما انفعي كرتت ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم هدانا انا كنا يقبلك كل من كرايو ما قبلتك كما دون كذين بير نبي عليه السلام وكل من نبي راعنا انا مويين اديك حجر كا كان هي بيسنين دور كادنا كما عبسنين من فعل انا من رجينين وحان رجينين وشريعتنا كدقن كيدنا يا نبي انا عليه السلام كديشديس halkaas marka wuxuu muujinayaa cumar soomaarit wuxuu muujinayaa dadku waxay ahaayeen qariib ulcahdi biabaadat alxijaab dhagax bay mar dhow odayaashii baa nool dhagaxa caabudu jiray odayaasha dhagaxa caabudu jiray yaa weli nool oo jooga marka inaan loo malaynin in weli dhagaxii calaaqo lala leeyahay oo lagu xidhan yahay oo la caabudaayo taasu marka rabaa inuu odayaashiina ku quus qaataan dhallinyaradana ayna qalbiga waxauna gelin ibn duqayda qaarkood waxyaalihii muctaqadaadka ahee hore ee ku dheganaa markay arkaan wixii la sameynaya waaba jumboonayaanba soo maarta wixii asaga ahay waayo waayo arki jireen markay meel ay arkaan ayagoo intaa diinta loo sheegayo oo intaa la wacdinayo oo nusuusta iyo qur-aanka intaa maqlayay maalintay maqlaan xoogow waxyaalihii ay arki jireen maqli jireen waaba isinloobayaanba tiiba marka cumar radi allahu canhu waa ardaa leeyahay war dur iyo nafci midna male alibaa wuxuu yidhi way leeyihiin dur iyo nafciba waa leeyahayoo miihaaqii ilaahi subxaana wa tacaala astu birabbikum uu yidhi qoraalkii asaga ahaaba afka loo geliyo uu laqay oo haystaayo arrimo noocaas oo kalaa marka waa daciif warkaas axaadiid kale oo ku soo arootay xajarasadka ayaa jirto bukhaari uuna sheegin qaarkoodna waa daciif qaarkoodna shardigiisa ma gaarsiisna inuu xajarasadka isagoo cad uu lasoo dejiyey jannada laga keenay deena ay madoobeystay khataaya bani aadam bini aadamka gafkiisa iyo khataiisa iyo dembigiisa ayaa madoobeeyey qaarkood baa hadalka tacliiqiyo waxay dheheen oo hadduu qow kuwa dambaabay dembigooda madooba uu la madoobaaday kuwa daacaysa daacadooda mula nuuro ayay dheheen ishkaal bay macnaa waa hadal oo qallooca wey oo oola jeedaan oo ku khilaafayaan marka waxyaalaha lagu jawaabay caqli unbaa hadda lagu jawaabay kuwa maaragtay shubahaadka caqliga hadday keenaan qofka u keeno aayad iyo xadiid ma qancinayso aayad iyo xadiid ma qancinayso wamaa tugni alaayaatu wanudur can qowmin laa yuuminuun waxba ma deeqayso marka waxaa la yidhi midabada midabka madow ayaa meeshii la marmariyo
مدوبية مدام كعات أسو وحاويا سامين تو حاكله وكا سامين بدان مدوك مدو مركا دنبيغا يا مدو ويزاس كاسا مكا يا وح مدوبية باب إغلاق البيت ويصل إغلاق البيت كعبادة أول اسكو حيرو انتي اللي قالوا قيد أما الله حيرو الباب وصمي ويصلي في أي نواحي البيت شاء كعبادة بنعيه هذا ماشو الربو يدنا عربو كيتو كان كرا حاجة هذا كيسو جلسته يا حد هذا حاجة وجلسته جوزه هذا هذا قشان أنا عرفته وجلس كرتها الباب كذا وين حري ليه هذا جوزه قش حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن الشاب الزوري عن سالم عن أبيه أنه قال دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كعبد أبو جلي مركو كعبد النبي جلي وفتح مكة 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 لفرتيوي والله يسوع بيجي أصنام تي يوحي قال هذا عبد الجري صدق بقولي ليه الزلم يا الله يسوع حقي هو النبي جا يا وأسامة بن زيد بس هو جلي وبلال ولا سعدي وعثمان بن طلحان ولا سعدي عثمان وانك فراها ييوي فريه كان بليل هو يلي بايزة تويل أرقى سوقات بليل دقض أولية دائرة تعيد قال هذا اللقب صلايا ولا قبل قبيسين فريه بيدي دي هذا اللي سيوه يلي وحويري سيفتن لا بركة يكب حسابي أنا اللي يدري يابا أنا بلا يدري وراها بيت بركة اسكفره بركة صحابي جليل وعثمان رضي الله عنه وارضاه فأغلقوا عليه ما يسكو حرين الباب كي ما يسكو حرين بركة قدها قالين إن تذكر من سكوي ماذا ماشى النبي عليه السلام متصارع ولا سوى ذكيري ترى لقى بقايا كعبد الباب كي وصام الركربها فلما فتحوا مركز يسكفرين يصبحن كنت وحان هابو يا عبد الله بن عمر أول من قفك أول رجال ولا جقله أيام هابو أنا يروها وصار ضي مركز سودين سوي استعير فلقيته بلالا وإرث تايم ما لكم ما فسألته وحان سؤاله هل صلى فيه رسول الله نبي لما كنا حتوك لك عبد الجذير قال نعم ها بين العمودين اليمانيين لا مرة تير إيه يمان قاعد أحداده كنت كذا النبي عليه الصلاة والسلام لحتر بكعبة بنت جذها كعبة ما كان لها هذا لايو ما يقول الباب كان قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤوس عضي درب يا سجى أمرك أدوى هذي أي النبي والصلاة كنت كذا صلى الله عليه وسلم لا مرة عضت وأكيدين شري وحان هالمام إنا ويدي كم صلى رواية كلام صام مرة إنا وش لا مرة عضت إني تاعي خلاف كذي هذا كلام صام مرة النبي وكنت كذي إنه كنت كذي رواية الشجع يصير رواية بلال أي كعب بدلا من رواية أسامة بن زيد هي رواية ابن عباس وصام بن زيد لفت كيسه الله سعودي باشك قالي ويركبون التكذا ابن عباس بكوري ما كرواية ابن عباس هي أسامة أوش لبضوا با وحلاه مرنا يا رواية من أثبت المثبت مقدم على المنفي متكم على النافي قف النافية وعن فينايا كمثبت كه وحصوا يا لقاه مرنا يا والحافظ حج على من لم يحفظ نجوا حفظيها حج مر وباء باب الصلاة في الكعبة كعبة بيقول نقول تكذا فرض يا السنة والود حتكون كرا بخلاف ما ذهب إليه المالك رحمه الله وخلاف سن أول السنة ما لقيت كذا النبي قلت كذا فرض ما تكون كرو قار قاده على السنة فرض من اللي ما تكون كرو حدثنا أحمد بن محمد المروزي مردويه عن كويه اللقب كيسة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وياني المروزي الخراساني أبو عبد الرحمن قال أخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان هو ابن عمر إذا دخل الكعبة تمرك كعبة قالوا مشى واسعنت لقبال الوجه هرتي ساسك سعنجي ألاكم قصوا قرو ميدكي بيد عمل اللي حنجرين التاس بو سعنجري إلاو غارتا كتاو كعبادة ساكير ذو كتاو حين وقتي يدخلوا او قرو ويجعلوا الباب البابكو قصوا قرين وحيان الجري قبل ظهري نبر كيسا ميدكو التاسن يمشي وسعنجري حتى يكون إلاو كهذا بين وسقي وبين الجدار جدار الذي قبل وجهه كعبادة اللي هرتا يدب قصوا على بيه يدب كجراي جدار كسعرين دوره يا كعبادة مارت دود كراسي إنه كان هذا قريبا من ثلاث أذرع سدح ذراع سدح بودن إن مارت أدو إلى أجارسيس أجارسلا أدو هذا دربي مركو أدو هذا إلى سدح ذراع انتص أيوه فيسلي تكنجر ما يشاسك تكنجري يتوخى وحوق استجري وكد يارجر ابن عمر المكان الذي ماشي أخبره بلال أشيغي أنا الرسول صلى الله فيه وكنت كذي هكي نبي وكنت كذي أيوه كنت كذي ابن عمر وسنة النبي عليه السلام تتبع آثار رسول الله فات النبي عليه السلام يا ما كنت يماله نبي استاجي يماله فريستي يماله كحة جوتي وح صرمه ابن عمر رضي الله عنه أذد نجري علماء بدن وحيلي رنت عز وحبا هذا السنة معها وعليه موافقات كه والنبي عليه السلام والسلام عبادة يسجار أو لقست وح جارة ما رتي لسكود للراعي ماي لما للراعي بل إن للراعي أذرتي سأو ماله نبي فريستي لسكود تتقول للراديو وهو كذا لان كرا محذور كرا كذا لان كرا قاربا قبا ولذلك عمر بن الخطاب جيت رضوان ما بيعة الرضوان شجردي هشيس كازي مارت بيعة كذا على إله وورها للنقل الصحابة دي مركو أرجدت كيو رادينا يا سركم كشريبة وليس على حد باسو قفنا كركي دبعة ملة أي سليين تكذب في أي نواحي البيت
بيتك يا كعبان اللي رجلا يجارك يسمش وشاع دونا وكنت من كرا أما حق البابك أما حق تيرشة يمانيين أما شاميين نعم عرض نعم عرض كذا تكرزة إمامك أو تكرى الحق كلا أنك كذا تكرى سفير نيسان ما حد يرك عبده أما لو الجيران لوقس دايا باب من لم يدخل الكعبة قف كان كعبة بجيلين كورن لبا تم له وكان ابن عمر رضي الله عنهما وحوها يحج كي حج كثيرا إن فربضا أي ابن عمر حج جري ولا يدخل من الجري جري كعبة إن بدن بون الجري جري مرة واق علي ما كجودي رينا قلان ربا وحبا إن ترى هذا أم ليس إن أي عمل كذا وكم قيا ما هذا جرينا نقول بهل مر أم بالسوري إنه قري صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة قال اعتمر الرسول الله نبي عليه السلام بعمر يستي فطاف بالبيت كعبة بن طوافي وصلى خلف المقام مقام إبراهيم قراشي كنت كذا رقعة إلى مرة عضوت ومعه حال السعود المنضب يستره استره إلى النبي وكد دفاعه وكي إلى لمي من الناس ده تكرر بي فقال له الرجل ننبع وكيري سحابك الجليل كي عبد الله بن أبي أوفى كله أدخل الرسول الله الكعبة صلى الله عليه وسلم نو ما أنت على سعتين لا داي وكنت كذي بمواضع ضوافي لما رجع عوض مقام إبراهيم كنت كذي كعبة ميو قري قال لا ما مجرين ده النبي عليه الصلاة والسلام مركه عمرين كيسة حجة الوداع مجرين سير راجحة رسولك عليه الصلاة والسلام كعبة مجرين عمرة هي عمرة الحديبية أول رئيس عمرين كيسة حرم كم مجرين وأكيد بشر الحديبية إلى ذاك حلال ولا يلود دينه كعبة قاله يحاول جدينا حرب كتغو حرب كينو تغو عمره كحيت عمرة القضاء الذي شريه سنة كتضبع ذهت الله قال النبي عليه السلام إنه إمامنا إنه جده مدة ومدة دوجيده مو رجال سبب ترى حويان كفار قريش شرطه ما قال لا بق جده ده وحكوجر تاب أصنام تي آلي هذه عبيد الجيران إيه كوجر تاب نبي إنه قالنا مرة صلى الله عليه وسلم مركي الله طهيري فتح مكة النبي عليه السلام وسلم مكة وفرتي مركز جده ده قال صلى الله عليه وسلم النبي عمره دي سكانه تيجي جيرانها بينما انتو طوافي وكل لابت اسلها بينما دي جيرانها ايه هيت مالك عمره وهذا كهذا لا يسحابي اللي ويدينها يلي مقري وعمرة القضاء عمرة القضاء انا ما كو حايست كفار قريش واسلام باكو جرتي ولذلك مقل الرسول عليه السلام انا اتقشانا دي وحبه وشرد يواجب انا معها باو من كبر في نواحي الكعبة كعبة قارر كيدا قفكي تكبير صدا وقارر كيدا اسكبتو كذا حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني قال حدثنا عكرمة أبو عبد الله المدني ومولى ابن عباس بالير هذا أصله من البربر بالير هذا مغربي بو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس حجري إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه عليه السلام لما قدم مركو صاق لي مكة وفتح مكة أبا وادي ذي النبي أن يدخل إنه قال البيت بيتك إنه كعبادي قدها وقال وادي ذي والحال فيه الآلهة أصنام تبع هذا آلهة اللي وجهها على حد ما يزعمون سيأي الشيخان أي إن بالله أهيا آلهة معها إله واحد كون بإله سبحانه وتعالى وما من إله إلا الله إله إن بالله وعبادة إسكالة وحق له هذا آله وفيه الآلهة وحال وجهها أجل أساو يقاني أصنام ويان إله غير كلا عابده صدق بقرية اللي إحدى ما نحفر لذا فأمر بها أمر وحو أمر النبي عليه السلام بها بإخراجها إن لصو صار لصو حاقه فأخرجت والله صوصة على أسلام تدمانتوت فأخرجوا وحي صوصة لين سورة إبراهيم وإسماعيل نبي الله إبراهيم وإسماعيل وحي كما عابين سوي الكوذي أي صوصة لين في أيديهما قعمه وضعنا أي كجيران الأزلام لابتي أي حقوق يبسن جيران قريش إيا كفار قريش أي قعانتوا قليين أزلامت وحويان ووحي كو حقوق يبسن جيران إنما الخمر والميس والأنصار والأزلام أزلام أزلام تبارك قفك هذور ربي إنه حاجة وصبايا إنه هذا إنه فرا إنه صفرة أيه وحي سمين جيرين سدح الليب يعني سوق هذا سدح الليب وحكو قرر المتكوب افعل باكو قرر سمين باكو قرر ككلم لا تفعل حسابين باكو قرر مثل ككلم قفل ويان أما كو قرر مالك سدح الليب مالك سأل لأول رجل أيها سأل سأل قبيها لأول رجل مالك لأول رجل متفق لصوص الله سبودي هذا يصب بحض السمين افعل أبشر بليهنا ورقاقا يرحجي وهكاكتي لا تفعل هذا صباح ضنا واستاجيا هذا متكر استاجي إيه وحبا كقرر صباحا والوعلنا يا فالكي دبا الوعلن وفاشريا مركز وعلين إبراهيم عليه السلام إسماعيل أي سلاس استعمال جرام ملة إبراهيم بنها يستنى بديشر وسيد يهود له هي النصارى كدورة إبراهيم بنها يستنى هي ملة ديسي يهودي بوها هي نصراني بوها إلهنا ما كان إبراهيم ولا نصراني ولا يهودي ولا نصرانيا
آه ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان مسلما حنيفا حنيفا مسلما أيوهير ولكن كان حنيفا مسلما نعم مركا وحي بي أينا درس عضان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بوحيه قاتلهم الله آه. إلهي الله عن هذا قال الله كل ذو كفار قريش قال لهم أما والله ما قد أرتي قد علموا ويقيهم ويكبحيين أنهما إبراهيم إسماعيل إنا لم يستقسما أين كفاشنين وحنا كقيبسنين بها أزلامتن يليبتن قد ولقوا إنا استعمالين أيها اللفتر كذا كفار قريش ويقيهم ما يقيهم لأنهم علموا اسم أول من أحدث الاستسقاب آه استقسام كان إيا قيبسي كان إيا الليبتن لإستعمال قفكو الرئي وكان كيني مجعي سيبها يامبا وعمر بن الحي عمر بن الحي إنو يهيدينك كيني أسلامتن إيا تغيير كان ملة إبراهيم الحنيف بدل كلا بدلي نينك كيني بيؤجين تاريخ دي تغيين أوي قرمعيان سيمرك نبي الله إبراهيم وكوه الرئي إيا نينك جالي يميد إيا أسلامتي إيا تبديلك تحريف كي قدار كلاي مالين أي إبراهيم أقول نسبين كلام افتروا يا بن فدخل البيت مركا كذب النبي عليه السلام مركا اسلام للصبحي ايو كعبدي غري فكبر واكب بارت في نواحيه بنعيسى ولم يصلي فيه وكا تاسو قوامك روايه ابن عباس اسو اسامه بن زيد بن كوريي انتو ابتيسا كبارتو تكبير صري امبوس كا صبحاي وكبتو كان النبي عليه السلام تاسو قبا لكن روايه عبد الله بن عمر بلال كوريي قصدها صح يا كحو بدن لا قادنيا لانه ايغا ايا سغي إنه النبي كنت كذا عليه الصلاة والسلام نعم ما جو جنامية والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.